من الأحداث الجميلة، وبقينا خلاص بنستنى كل صيف وبنستنى كل أجازة صيف والفترة اللي موجودين فيها من كل سنة علشان نروح للعالمين ونشوف مهرجان العالمين، وحاليا مهرجان العالمين اللي 2024 اللي انطلق امبارح وشهد أول أيامه أكتر من فعالية بصراحة، فعاليات فنية وترفيهية كان أبرزها عرض كامل للملاعب اللي هيكون عليها الفعاليات، بجانب إقامة حفل للفنان الجميل مدحت صالح اللي أدى بقى أداء قوي جدا، تفاعل مع الجماهير مع كل الأغاني سواء أغاني اللي بيغنيها أو أغاني من التراث أعاد إحيائها، والناس تفاعلت معاه بشكل قوي جدا بخلاف الفنان الكبير مدحت صالح. الناس كمان مستنية النهاردة، بدأت الناس تسافر للعالمين من دلوقتي على طول في انتظار النجم الكينج محمد منير، هيكون ليه حفل اليوم طبعا بكل تأكيد جماهيرية كبيرة جدا للنجم محمد منير بعد نجاح كل حفلاته، والسنة اللي فاتت كان ليه حفل كبير جدا في العالمين. تعالوا نشوف تقرير عن فعاليات اليوم الأول من مهرجان العالمين الجديد ونرجع نكمل كلامنا. والله كويس الحمد لله، كويس متجمع حاجات كتير فيها ممثلين فيها مغنيين فيها حاجات كتير كويسة، يعني ضم كل أطراف المجتمع الصراحة وضم ناس كتير مهمة وناس كتير متفتحين على الدنيا كلها الحمد لله. كل سنة العالمين بتختلف، باين جدا المجهود. النهاردة أول يوم المسرح الروماني وأنا مبسوط جدا، ده يعني المنظر الجميل ده حاجة مشرفة بجد، حاجة مشرفة. نفسي أولمبياد باريس دلوقتي يكون مع المهرجان اللي احنا شغالين فيه دوا، يبقى في حاجات حلوة في باريس، حاجات تفرح مع المهرجان، ميداليات، احنا عايزين ميداليات لمصر مع المهرجان مع المناسبة الجميلة. بصراحة حاجة عمرنا ما شفناها قبل كده في الساحل، يعني المباني جميلة، المسارح جميلة، الدنيا كلها حلوة، الساحل بشكل تاني خالص غير اللي احنا كنا متعودين عليه زمان. يعني الدنيا هنا لذيذة جدا يعني، والشباب كلها مبسوطة يعني الحمد لله. حاجة انت مبسوط؟ انا مبسوط الحمد لله، الدنيا زي الفل الحمد لله، يا رب كلنا نبقى سعداء. حاجة دولية جدا كويسة جدا، يعني الطرق مصروف عليها كويس والمباني برضو نفس الكلام، الأجواء يعني أوروبية خالص مش مصرية خالص. بصراحة يعني خدمات ممتازة وخدمات جديدة، خدمات متميزة جدا بصراحة، الواحد مبسوط باللي احنا وصلنا له دوت. انا مبسوط طبعا ان انا موجود في مهرجان العالمين، وان انا ابقى موجود في احتفال كويس وطبعا مع مطرب كبير زي اللي جوه استاذ مدحت صالح، فدي حاجه تفرحني وتخليني منبسط. تشوف مين من نجوم الاهلي هنا صراحه؟ تفتكرهم كلهم رياضه؟ لا هي الصراحه لا تنقص شيء، كفايه بس الجو الكويس والممتاز، اي حد ممكن اي لاعب كره يتمنى نيجي هنا اصلا. يعني الجو لذيذ عن القاهره جدا لانها مدينه ساحليه، وانا مبسوط جدا ان انا في احتفال زي ده، وشرف كبير ليا ان انا في حفله استاذ مدحت صالح. المدينه جميله وجوها جميل والناس اللي فيها كويسه جدا، وبس مبسوطين قوي من اللي احنا فيه ده. لا الصراحه العالمين جميله جدا ومدينه جميله، ممكن نعمل فيها حاجات كثيره جدا. هي بجد حلوه قوي، يعني انا اول مره اجي بس هي بجد تحفه تحفه، يعني بقت متطوره جدا بصراحه. انا اول مره اجي فيها بس كجو ككل حاجه عجبتني جدا. الجو هنا صراحة جميل وبسطت جدا بالأجواء والدنيا، الشوك كمان عجبني قوي وبسطت الصراحة يعني جدا. لا حلوة قوي واتبسطت فيها، اتمنى ان انا اكمل استفهنا. مش ناقصة حاجة، كل حاجة فيها وهي حلوة، انا اول مرة اجيها بس هي حلوة قوي، يعني من اجمل المهرجانات اللي شفتها في حياتي، يعني تحفة جدا. يعني انا تاني مرة على التوالي ان انا اجي هنا في حفلات المهرجان، بس لا بجد حسيت ان انا ببقى مبسوطة، ببقى عايزة كل سنة ان انا اجي، حاجات جميلة. لماذا تحبون العالمين؟ انا بحبها يعني عشان انا حاسه ان العالمين هيصه، وانا بحب قوي الهيصه والحفلات جدا بموت فيهم. وانتي؟ بحب العالمين قوي عشان بحب كل الناس بتغني.
انا بحب العلمين عشان هي فيها اغاني وبحبها قوي قوي قوي. العالم على